سراج منير، الفنان اللي تنبأ بتاريخ وطريقة وفاته، وزوجته كانت فنانة مشهورة جدا، وكمان تركت الطب بسبب الفن. تعالوا نعرف حكايته، ولو أول مرة تشوفوا قناتنا ياريت تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وكمان لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك. ولد الفنان سراج منير يوم 15 يوليو سنة 1904 في القاهرة في حي باب الخلق، ووالده عبد الوهاب بيك حسن كان مدير التعليم في المعارف وقتها. وللمعلومة هو اسمه سراج منير عبد الوهاب، سراج منير ده اسمه مركب، وإخواته هما المخرجين حسن وفطين عبد الوهاب. درس سراج منير في المدرسة الخدوية، وكان طبعا عضو فرقة التمثيل أيام المدرسة، وبدأت معاه هواية التمثيل بعد موقف ظريف جدا حصل معاه سنة 1922، لما بعض من صحابه عزموه على سهرة، والسهرة دي كانت في بيت حد من صحابهم. ولما فعلا وصل البيت لقى ان السهرة عبارة عن مسرح معمول في مدخل البيت، وكل اللي معزومين في السهرة دي كل واحد بيمثل دور في مسرحية شكل. وكانت دي المفاجأة، ان كل صحابه كانوا بيمثلوا الا سراج منير هو المتفرج الوحيد على المسرحية. ومن اللحظة دي قرر سراج منير ان هو يفضل في فريق المدرسة لحد دراسته الثانوية. وبعد ما خلص الثانوية على طول والده سفره على ألمانيا علشان يدرس الطب، وفي ألمانيا حصلت تطورات وحاجات كتيرة غيرت مساره من الطب للفن. وفي مرة وفي سهرة اتعرف على مخرج ألماني، وعرف قد ايه هو بيحب الفن جدا جدا، وفعلا بدأ ياخده في أدوار صغيرة جدا في الأفلام الصامتة اللي كانت بتتعرض في ألمانيا، وفعلا بدأ يمثل سراج منير. وكان من أصدقائه في الفن محمد كريم، اللي أول واحد خده في أول فيلم ليه كان فيلم زينب، وكان فيلم صامت سنة 1930، وكانت معاه الفنانة بهيجة حب، وكان دايما بيسندوا ليه أدوار الرجل الاستقراطي ذو الوقار. لكن بعد فترة اكتشفوا ان هو فيه حس كوميدي، لما كان فيه مسرحية اسمها سلك مقطوع، وكان عايزينه بطل ليها بدل بطلها الحقيقي فؤاد شفيق، واكتشف في نفسه ان هو فعلا عنده حس كوميدي. تزوج الفنان من الفنانة ميمي شكيب عام 1942، وفضلت عشرة العمر بين الفنان والفنانة لحد ما سراج منير فارق الحياة ورحل عن عالمنا 1957. وكان زواجهم يعتبر من الارتباطات الفنية اللي فعلا كانت محترمة جدا، وكان الوسط الفني كله بيحلف بيها، لأنها كانت مبنية على التفاهم والحب والاحترام بين النجمين. كانت الفنانة ميمي شكيب في مرة عندها فيلم ومسرحية الاتنين بتشتغلهم مع بعض، وكانت بتشتغل المسرحية مع الفنان سراج منير. تعبت جدا من انها كل يوم بين القاهرة واسكندرية القاهرة واسكندرية، فقالت ان هي هتريح من حاجة منهم، فريحت من الفيلم. فجي كان مخرج الفيلم ساعتها الاستاذ حلمي رفلة، فكلم سراج منير وقال له كده مش هينفع، هي كده بتوقف لي الشغل. قال له خلاص هي مش هترضى تيجي. فبيقول له ليه؟ قال له عشان هي تعبانة جدا. قال له خلاص الحل الوحيد ان حد من الفرقة يموت. رد عليه الفنان سراج منير وقال له طب ايه رأيك اموت لك انا بكرة، كده هي هتقدر تكمل. وكان الفنان ليه صديق مقرب جدا ليه، كان عنده نفس المرض بتاع سراج منير، وهو ضعف شديد في عضلة القلب. وفي يوم صاحبه دوت سمع خبر وفاته، ان هو كان بالليل قاعد وتعشى مع عيلته عادي، قام الصبح عشان يصحوه علشان الفطار لقوه توفى. راح اول ما رجع قال لها ياه ده مات موتة حلوة بشكل، ياريت الواحد يموت كده. قالت له ليه حرام ما تقولش كده. قال لها انا نفسي اسهر سهرة حلوة مع صحابي، وآجي أتعشى معاكي وأقول لك هاتي كوباية مية ساقعة وأدخل أنام، تيجي تصحيني الصبح للفطار تلاقيني بشرب الشاي مع الملايكة. وبعد يومين كان عندهم سهرة لافتتاح فيلم حد من أصدقائهم الفنانين، وكانوا معزومين على الافتتاح دوت، وراحوا وسهروا وتعشوا وكل حاجة.
وأول ما رجعوا غيروا هدومهم وطلب منها كوباية مية ساقعة، شربها ونام. قامت الصبح كان عندها مسرح الإسكندرية، حضرت الفطار وحضرت الشاي وبتصحي لقيته مات. بسبب اللي حصل الفنانة جالها حالة نفسية ومنعت الكلام لمدة 15 يوم، وتوفى الفنان يوم 13 سبتمبر 1957 وكان عمره 53 سنة. الله يرحمه، كان فنان راقي زي ما قالت الفنانة زوجته. واستنونا في حكاوي جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.